الهندسه التصويريه نقدر نقول دلوقتي بقينا مهتمين بيها قوي. طبعا تليك اعمال كتير الفتره اللي فاتت مكسره الدنيا. نمسك الخشب. الله يخليك ميرسي. اه طبعا في اهتمام بالموسيقى التصويريه. انا هنا في المهرجان عندي فيلمين في المهرجان في المسابقه الدوليه، فيلم يوم الستات وفيلم البر الثاني، فربنا يسهل يعني. حاجه كويسه مشرفه ليا ان انا يبقى ليا فيلمين في مهرجان القاهره يعني. الاثنين كمان يا تامر قصصهم مختلفه خالص يعني، اعتقد دول كانوا متعبين شويه في اختيارك للمزيكا ليهم. الحقيقه كمان لان كمان فيلمين صعبين جدا، واحده بتتكلم عن مشاكل الستات او يعني وقهرهم والحاجات دي، والفيلم الثاني عن قهر الرجال برضو، فيعني كومبينيشن عجيب للمزيكا. بس الحمد لله يعني احنا توصلنا الاثنين مخرجين مبسوطين يعني. كامله ابو زكي وعلي ادريس لازم تبسطوا. الحمد لله انهم انبسطوا.